ازيكم يا جيش برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الجمعة 7 مايو 2021. تتعزز قدرتك وتتفتح على بعض الافق وترفض التوقع في محيطك العملي. يبتسم لك الحظ اليوم ويجعلك متزنا وقادرا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد. عاطفيا، الأعزب، ابحث عن الحب في المكان الصحيح وتأكد من مشاعرك قبل أن تنخرط في علاقة غير مناسبة على كل المستويات. المرتبط، كن عاقلا ولا تعرض نفسك للخطر وتجنب النقاشات المشبوهة. قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات الصعبة. مهنيا، الحياة العملية متوازنة اليوم وسوف تحصل العديد من الفرص لتتعلم أكثر وتبادل خبرات مع الآخرين أيضا، ولكن قد تكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة. صحيا، قرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جدا لوضعك الصحي، وأيضا ممارسة النظام الصحي في تناولك للطعام سيجعل منك شخصا رشيقا، بالإضافة إلى أنه سيجلب لك النفع صحيا. توقعات برج الحوت للرجل: أنت تحتاج أن تفضفض مع شخص مقرب لك، لذا حاول أن تكون صداقات جديدة هذه الفترة. اليوم يدفعك للتفاؤل والسعادة، قد ينتظرك يوم طويل وصعب بعض الشيء. تذكر دائما أن تبدأ يومك بابتسامة. توقعات برج الحوت للمرأة: إن كنت تريدين أن تكون الأمور مختلفة فعليك جعلها كذلك، فإنه لم يفت الأوان لتحرك في طريق مختلف في حياتك. لا يمكنك ترك سنك ودخلك، أي وضع رومانسي حالي يعوقك عن فعل شيء ما سوف تظنون أنه سيجعلك سعيدة. لا تفعل اليوم أي شيء ليس فيه بعض المكاسب لك. يجب أن تستفيدي من أي شيء أو أي نقطة وتفصيل. ابتعدي عن الأنانية والتركيز على نفسك فقط، وحاولي مراعاة